داعي الى سفك دماء المسلمين. نحن مستمرين وسنمشي ان شاء الله خطا ثالثه حتى نحقق النصر مهما كان ومهما حصل من العراقيل. العسكريين جيش وطني على هذه الصحراء، ثم تقدم المعركة مزهوا وعلى كتفيه يربط اليمن الكبير. لم يفارق الشدادي جنوده لحظة واحدة، ولم يذهب للاسترخاء كغيره من القادة العسكريين. ظل شامخا هنا ولسان حاله يقول: ننتصر أو نموت، ليس في سبيل السلطة ولكن في سبيل البلاد التي ابتلعتها الميليشيا وهدتها. وثقت الصورة حضوره في هلال مأرب وصحرائها. لم يلتفت لعدسات الكاميرا إلا ليقول ما قاله درويش: لم ننتصر لنموت ولن ننكسر لنعيش. فمن قلب المؤسسة العسكرية خرج هذا القائد نقيا، حاملا على كتفه نياشين الشرف والضمير، ليتوج حياته العسكرية بشعلة الميت. هو رحيلك أنت أيها القائد الشهيد عبد الرب الشدادي. عام على رحيلك أيها القائد الجسور والقدوة المبعر. عام من الغياب الذي لم يكن متوقعا ولا مرغوبا لدى أحد من كل أحرار العالم. عام غابت فيه صهواتك وأصواتك وخلواتك وهمساتك وزنجراتك التي كانت تفتت الشوانخ وتجعلها تتساقط بين أقدام وحدتك. نعم، إنه العام الذي غاب فيه كل شيء منك، وكنت حاضرا في كل لحظاته. نعم، لقد أصبحت حاضرا في كل لحظات التاريخ وفي كل صفحاته، حاضرا في كل مفردات الافتخار وسلوكيات الابتداع. هنا وفي هذا المكان كان مكتب اللواء الشهيد عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة رحمة الله عليه. هنا كان مكتبه بالقرب من خطوط النار، وهو مكان استشهاده. بعد استشهاده بكت عليه ظلمة الليل وضوء النهار. نشعر أنه تحل إليه المدافع وتحل إليه المواقع، يحل إليه الشجر ويحل إليه الحجر. أيها القائد متواجد فيها فروسيتك، بطولاتك، إقدامك، صمودك، إصرارك، ثباتك، رباطة جأشك، حنكتك، إقبالك، كل ذلك حاضر في كل قلب وصمود وثبات جنودك الذين تتلمذوا فروسيتهم على يدي إقدامك الذي لا يخشى من مصيره. صحيح أن رحيلك أيها القائد مر على كل حر في هذا العالم والزمن الممتلئ بالانحناء، والذي كنت رمزا للأنفة ومنارا للإباء فيه، ولم يكن ثمة شموخ فيه إلا لوثباتك وجنودك الأشرس. لكنك قبل الرحيل قد مزجت مرارته بعسلك المصفى بالتضحية والفداء، فأنتجت بذلك من بين جنودك ومحبيك شداديون كثر، تمكنوا من صد الزحف للعدو وكسر أجنحة الجموح لديه، ولا يزالون على عهودهم التي قطعوها لك ثابتين. أيها القائد، رفاقك يأخذهم الحياء في لحظة شعور يتصورونك فيها ترقبهم من هناك من عليين، تنظر لسكونهم وركود الجبهة التي كنت القائد فيها والمقدام الوحيد.
يخطف جنودك الخجل حينما يتخيلون ذلك، لأن هيبة بروزك لم تجب عنهم بلحظة وثوب أو فوز، ويعتذرون لأنفسهم باعتبارهم لذلك السكون نوع من أطياف الحداد الذي يعيشونه. كجند فقدوا خير قائد في أبأس زمن. احنا جميعا يعني أكيد احنا كيف نحمي بلدنا؟ كيف نحافظ على الأمن والاستقرار؟ كيف نحافظ على النظام والقانون والدستور الجمهوري؟ وفي ذكرى رحيلك أيها القائد الشهيد، تعصف بكل من قاتل إلى جوارك الذكريات، وتأخذ رفاقك إلى عالم الصدام الذي كانوا يحدثونه لوئامك، يتذكرون فيها كل شيء: مبادئك، قيمك، أخلاقك، نبلك، تواضعك، فروسيتك، إقدامك، بسالتك. يتذكرون ذلك فيعيشون ألما لفقدهم إياك، وندامة لركودهم على الشداديون. أفيقوا، فالشدادي لم يغب، إنه يقول إقدامكم من هناك من جوار النبي في عليين، ويقول لكم: الشدادي لم تكن عسكريته جسدا ستصاب بالذبول، وإنما الشدادي إقدام لا يمكن أن يعتري سطوعه الأفول، والشدادي قيم لا بد لها يوما أن تجول، والشدادي مدرسة نضال في كل قلب جندي من جنوده تزمجر في اليمن عرضا وطول، والشدادي شدة تشد أعضاء كل من قرر منكم أن يكون نسخة منه قائم بالحق ولأجله يحارب ويصول. فانفروا، فهو الآن يتابع استكمالكم للتحرير والنصر، ليكتمل شروط ابتسامته فحققوه، لتكتمل فرحته باستشهاده بزغاريد انتصاركم المؤزل العظيم. اهدي في الله لا تظهر الوان، واصبروا في طاعة الله يا اخوان. اهدي في الله لا تظهر الوان، واصبروا في طاعة الله يا اخوان. بالمكاره والتعب حافة الجان، من صبر يسكن مع حور الأعيان. بالله لك الله شبهان، بالنكاله والتعب حافة الجان، من صبر يسكن مع حور الأعيان.